أولى الخطوات نحو مجلس الشورى في إيران تبدأ من هنا. يسجل المرشحون للاستحقاق الانتخابي البرلماني الذي سيجري أواخر شهر شباط فبراير المقبل أسماءهم لخوض المنافسة الانتخابية. أتمنى على كل المسؤولين التنفيذيين ومجلس صيانة الدستور توجيه المرشحين ومساعدتهم ومراعاة القوانين، ونأمل أن نشهد مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة وأن يكون المجلس فعالا وقويا. تمر أسماء المرشحين بمراحل قانونية قبل الموافقة على أهليتهم، أبرزها محطة مجلس صيانة الدستور الذي يدقق في توافر شروط معينة على رأسها التزام المرشحين بنظام الجمهورية الإسلامية واحترامه، يعد هذه المرة بتسامح أوسع مع المرشحين. كما ينبغي توافر شروط أخرى، منها أن يكون المرشح حاصلا على درجة الماجستير. يأمل المرشحون الذين سيسجلون أسماءهم في أكثر من 200 مركز انتخابي على مدى 7 أيام أن يكون المجلس المقبل قادرا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. المجلس المحلي لا يراقب كثيرا عملية تنفيذ القوانين التي يشرعها ولا يراقب عمل المؤسسات، لذلك يجب ملء الفراغ في المجلس المقبل، وهذا ممكن ولا سيما في ظل الظروف الراهنة. بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى للاستحقاق الانتخابي، يعلن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني عدم نيته الترشح لدورة جديدة، ما دفع بالبعض إلى ربط هذا القرار بالانتخابات الرئاسية عام 2021. كنت أنوي عدم الترشح في الانتخابات السابقة، لكن بعض المسؤولين أقنعوني بالترشح، وهذه المرة حاولت إقناعهم بأنه أصبح كافيا العمل في هذا المضمار بعد 12 عاما، ولا يوجد لدي برنامج خاص للانتخابات الرئاسية حتى الآن. تشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن المجلس المقبل سيواجه تحديات عديدة، على رأسها تشريع قوانين اقتصادية ومراقبة أداء الحكومة لتجاوز أزمة العقوبات. يرى بعض المراقبين أن الانتخابات البرلمانية ستشهد منافسة قوية بين التيارين التقليديين الأصولي والإصلاحي، قد تنتهي بمجلس ذي طابع أصولي خاصة بعد عودة العقوبات الأمريكية. ملحم ريح، طهران، الميادين.